احنا كلنا مفيش حد جاي من بره وبيساعد، كلنا بنبقى مع بعض، مفيش اختلاف في الشارع. في الاول خالص بدانا بترابيزتين، بعد كده بدات كل سنه بتكبر، كل سنه بتكبر، وكله بيساعد كله. واكل جميل، حاجه حلوه، ويوم جميل، وكل سنه طيبين كلكم. احنا والله مبسوطين باللمه الحلوه دي والناس الجميله في المطريه. اهل المطريه ناس كويسه وناس محترمه جدا، واستقبال جميل، وكفايه اللمه الحلوه دي واليد واحده، كلنا كل الناس هنا يد واحده. انا مبسوط والله النهارده انا موجود مع اهل المطريه. انا اصلا من المطريه بس دي اول سنه احضرها، مع ان النهارده العشاء اول سنه، وبسم الله ما شاء الله زي ما انت شايف، فان شاء الله مستمرين. والله احنا هنا هو لما زي العيله بالظبط، وكلنا اخوات، ودي السنة العاشرة، وكل سنة بنطور وبنزود وبتاع، وكلنا أهل واحد، وكلنا عزوة واحدة، وأصحابنا والأطفال كله بيساعد وكله بينظف، وزي أنت ما أنت شايف الدنيا فرحانة إزاي. تحضيرات كتيرة قام بيها أهالي الحي لاستقبال هذا اليوم وإقامة المائدة الرمضانية الأكبر. عملنا النهاردة 10,000 وجبة، وعدنا 10,000 بقوا 11,500.